الراجل مهم جدا ان احنا نمسك فلو اند بيس. يعني ايه فلو اند بيس؟ دلوقتي طبيعي بوابات موجوده في كل حته في البيت. خلاص بقى يا جماعه، طبيعي لو انت عندك اوبن شانل بتيجي مثلا تعمل عليها بوابه علشان تعمل كنترولنج للميه اللي هتعدي. خلاص بقى عشان تكنترول الميه اللي هتعدي تحكم فتحه البوابه. لما انا يا جماعه جبت حته البوابه عملت ايه في الميه اللي كانت ماشيه؟ يعني الميه كانت اوريجينالي ماشيه عامله ازاي من غير بوابه؟ لو ده كده يا جماعه كان الطوع، كانت الميه اساسا لو انا مش حاطه لها اي حاجه في الداون ستريم ولا في الاب ستريم كانت ماشيه بمين؟ كانت ماشيه بحاجه اسمها واي نوت. نتيجه ان انت جيت حطيت بوابه حصل ايه في سطح الميه؟ حصل حاجه اسمها هادنج اب، تلاقي ان سطح الميه عالي. تمام؟ طب انا عندي هنا عمق دي حاجه اسميها اتش. اتش ده لازم يبقى اكبر بكتير من واي نوت. ده العمق اللي هيحصل قبل البوابه، فدايما هيبقى عندك دايما هيبقى عندك اب ستريم البوابه عمقه اسمه اتش. اتش ده بيبقى حاجه كبيره دايما عمقه كبير. اتش ده دايما بيبقى سب كريتيكال. المايه كانت اصلا ماشيه بحاجه اسمها واي نود، ونتيجه لوجود البوابه هتعمل ايه؟ هادنج اب. هتعمل هادنج اب بتوصل لعمق اسمه اتش. طب بعد البوابه هيبقى عندي عمق اسمه كام؟ اكيد المايه اللي خارجه من البوابه خارجه حسب فتحه البوابه، فهتخرج هنا بعمق حاجه اسمها سي سب سي في الدي. سي سب سي ده اللي هي كوفيشنت اوف كونتراكشن، اخدته في فلويد ميكانكس السنه اللي فاتت لما كان مثلا عندكم فيروس وبتيجوا تعملوا كونتراكشن بالمنظر ده، كانت المايه بتعمل ازاي؟ كانت المايه لما بتخرج بتخرج بعد كده هنا بيبقى في كونتراكشن هنا، لما كنت بتيجي تدرس الاريا بتاعت المايه كنت بتاخدها على طول بعد الفتحه ولا بتاخدها قدام شويه؟ كنت بتاخدها قدام شويه. ايه الهدف كان من قدام شويه؟ حد فاكر؟ لا ما دي طالعه للهواء. هي لما طلعت الهواء الميه طبيعي راحت عملت زي زنقت كده على نفسها شويه. نفس الحكايه بتحصل هنا، انت مثلا فاتح البيت بارتفاع دي مثلا 1 متر، بتلاقي ان عمق الميه قدام شويه مثلا بقى 0.6. ليه عمق الميه بيقل او ليه العمق هنا غير العمق هنا؟ وليه لما باجي بدرس بدرس السكشن ده؟ بالظبط. انت بيبقى عندك ايه؟ لو جيت تتفرج يا جماعه على شكل الستريم لاينز بالظبط تحت البيت هتلاقي شكلها عامل ازاي؟ هتلاقي شكل الستريم لاينز حاجه عامله كده، ده جايه كده وده جايه حاجه عامله كده، واللي من جاي والميه ده النقطه اللي جايه من بعيد شويه جايه حاجه عامله كده. لو انا يا جماعه بدرس الكروس سكشن ده، هل الستريم لاينز كلهم فيها بارل لبعض؟ لا. يبقى ينفع اطبق الكونتينيوتي ايكويشن عند الكروس سكشن ده؟ انت الكونتينيوتي ايكويشن لما كنت بتيجي تقول الكيوب بتساوي الاريا في الفيلوسيتي، كان اهم شرط كان ان هو يبقى ايه؟ ان الاريا والفيلوسيتي مالهم؟ عموديين على بعض. يعني مثلا لو دي الاريا كل المايه داخله مالها؟ عموديه على الاريا اللي انت بتتكلم عليها. طيب دلوقتي لو انا جيت يا جماعه درست الكروس سكشن ده، هل ده محقق الشرط؟ هل ده محقق ان الاريا وسرعه المايه الاثنين عموديين على بعض؟ لا. فلما بتيجي تدرس بتدرس كروس سكشن بعيد شويه حاجه بسميها ايه؟ الكروس سكشن ده يا جماعه كنت بسميه ايه؟ حاجه اسمها الفينا كونتراكتور. الفينا كونتراكت دي يا جماعه اللي هو فعلا لما حصل كونتراكشن لما خلاص الستريم لاينز قربوا لبعض وصلوا هنا بقوا مالهم؟ بقوا خلاص كلهم بارلل لبعض. ينفع اطبق الكونتينيوتي ايكويشن عند الكروس سكشن ده؟ المفروض ينفع. هو ده الكروس سكشن اللي احنا بندرسه اللي هو بنسميه ايه؟ الفينا كونتراكت. ارتفاعه بيساوي كام؟ ارتفاعه بيساوي حاجه اسمها كوفيشنت اوف كونتراكشن اللي هو سي سب سي مضروب في الدي اللي هي مالها؟ فتحه الجيت. فالحد كده تمام؟ تمام. طيب الخطوه بقى اللي بعد كده عايزه بقى اجيب علاقه ما بين الاتش ما بين السي سب سي في الدي علشان اجيب حاجه تربط لي ما بين العمقين دول وبعض. هطبق مين؟ هبتدي اشوف المعادلات اللي عندي. عندي كونتينيوتي وعندي برنالي وعندي المومنتم. طيب ينفع اطبق برنالي ايكويشن هنا؟ اسال نفسك سؤال، هو انا عارفه اقدر كونتينيوتي لوسز ولا لا؟ لا. ليه؟ هو هنا تقريبا مفيش لوسز او اللوسز هنا بتبقى قليله قوي على عكس الهيدروليك جامب. يعني احنا لما جينا درسنا الهيدروليك جامب قلت ما ينفعش تهمل اللوسز. ليه؟ عشان الهيدروليك جامب كان اهم صفه فيها ان هي عمال يحصل فيها دوامات زي ان هي بتعمل رولر اكشن، قلنا هي دي اللي بتعمل ديسيبيشن للانرجي. طب هو هنا في اي دوامات؟ لا خالص، هنا مفيش دوامات. فانت من هنا ينفع بنسبه كبيره تهمل اللوسز، وبعد كده هقول لك تاخدهم في اعتبارك ازاي. فلو انا عايز ارسم توتال انرجي لاين برسمه ازاي؟ هرسمه افقي.
تاني يا جماعه بفكركم، مفيش حاجه اسمها توتال انرجي لاين افقي، المفروض ان هو يبقى مايل، بس عشان انا بدرس مسافه صغيره جدا فمش لاحق يحصل فريكشن لوسز، فعشان كده مجازا اتفقنا ان انا هرسمه ايه؟ افقي. طيب تعالى بعد كده، تعالى طبق لي برنولف ايكويشن في كروس سكشن 1 اللي هو يا دوبك اب ستريم الجيت، وكروس سكشن 2 اللي هو عند مين؟ الفينا كونتراكت. تعالى طبق لي برنولف ايكويشن، فهتلاقي ايه؟ عندك المسافه دي اللي هي هتبقى اي سكوير بي 1 سكوير على 2 جي، وعندك المسافه دي كلها اللي هي هتبقى بي 2 سكوير على 2 جي. لما تطبق بالنولز ايكويشن هتلاقي ان عندك ايه؟ هتلاقي ان عندك عند كروس سكشن 1 هيبقى عندك الاتش زائد بي 1 سكوير على 2 جي هتساوي مين؟ هتساوي سي سب سيتد دي زائد بي 2 سكوير على 2 جي. في اي حاجه ثانيه خدها معايا ولا هما كده مظبوطين؟ هو كده مظبوطين. فلقيت ان ايه؟ هتلاقي السبيسيفيك انرجي 1 دي كده يا جماعه اللي هي مين؟ سبيسيفيك انرجي 1 اللي هي واي زائد بي سكوير على 2 جي، هي نفسها بتساوي مين؟ بتساوي سبيسيفيك انرجي عند كروس سكشن 2. اهم بقى حاجه تطلع بيها من هنا ان انت توصل لايه؟ ايه علاقه الاتش بالسي سب سي بالدي؟ ثانية تو الترنت ديبثز. فاكرين يا جماعة لما كنا بنتكلم على سبيسيفيك انرجي دايجرام؟ لما كنا يا جماعة بنتكلم على سبيسيفيك انرجي دايجرام، لما كنت باخد كده خط رأس كان بيقطعني الكيرف كام نقطة؟ اتنين واي 1 وواي 2. كان ايه علاقة واي 1 وواي 2 ببعض؟ اللي ليهم نفس قيمة السبيسيفيك انرجي كنت بسميهم تو الترنت ديبثز. تمام؟ طيب ما انا وصلت من هنا ان سبيسيفيك انرجي 1 هي نفسها سبيسيفيك انرجي 2، يبقى الاثنين اهي سبيسيفيك انرجي 1 هي نفسها سبيسيفيك انرجي 2، يبقى لو دي الاتش هتبقى هي دي سي سب سي في الدي. طيب توصل من هنا برضو لحاجه ثانيه، وانت مسخسخ عليا. كل ما ابص لك الاقيك تضحك قوي، مش حاسس الموضوع لذيذ قوي اللي هو بيضحك يعني. بص سؤال، كل ما بصغر فتحه الجيت الاتش هتزيد ولا هتقل؟ كل ما بصغر فتحه الجيت الاتش هتزيد. كله شايفها ليه؟ انت كل ما بتصغر فتحه الجيت مين بتصغر معاك؟ السي سب سي في الدي. كل الكلام ده على سبيسيفيك انرجي دايجرام. لما السي سب سي في الدي تصغر الاتش هيحصل فيها ايه؟ هتزيد، لان الاتش هي الالترنت ده بتاع السي سب سي في الدي، ده دايما عند الجيت. لحد هنا حد عنده مشكله؟ طيب لو انا عايز اتكلم على فورسز، يعني برضو عايز اجيب علاقه ما بين سبيسيفيك فورس 1 وسبيسيفيك فورس 2، تعرفوا تعملوها؟ احنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. طب عشان اجيبها هعملها ازاي؟ يعني برضو عايز اوقع اتش وسي سب سي في الدي انا سبيسيفيك فورس دايجرام. انا كل ده بقوله ليه دلوقتي؟ عشان انت بعد كده هيبقى عندك سؤال التريسنج. طيب لو انا عايز اوقع الاتش وعايز اوقع سي سب سي في الدي انا سبيسيفيك فورس دايجرام، محدش يقول لي اجيبها باي سنس، هتعمل ايه؟ اكتب المعادله اللي بتربط لك ما بين الاتش وما بين السي سب سي في الدي، وشوف ايه علاقتهم ببعض ومين اكبر من مين. طيب عشان تيجي تكتب المعادله هتعمل ايه؟ لازم تاخد كنترول فوليوم من الميه، وبعدين اشوف ايه الفورسز اللي بتاثر عليه. الكنترول فوليوم اللي هتاخده هتاخد حبه صغيرين قوي في الاب ستريم، وبعدين في الداون ستريم هتاخد الميه لحد مين؟ لحد السي سب سي في الدي. فهيبقى حاجه شكله عندي كده. ده كده الكنترول فوليوم بتاع الميه اللي هاخده. تعالوا بقى نشوف ايه بقى الفورسز اللي بتاثر عليه. الفورسز اللي بتاثر على الكنترول فوليوم ده هتبقى مين يا جماعه؟ زي ما عملنا بالظبط في الهيدروليك جار، هيبقى عندي من الاب ستريم المايك بتزق في الناحيه دي بفورس عامله ازاي؟ هي مين؟ الهيدروستاتيك فورس. هيبقى عندي هنا مثلث كده سميه مثلا اف 1 اللي هو بيعبر عن الهيدروستاتيك فورس، وعندي في الداون ستريم برضه هيدروستاتيك فورس ولا مش عندي؟ عندي، بس هتبقى قيمتها حاجه مين؟ صغيره في المنظر ده، فدي هتبقى اف 2. في اي فورسز ثانيه بتاثر على الكنترول فوليوم ده؟ بالظبط، اللي هو هيبقى اتجاهه عامل ازاي؟ هيبقى اتجاهه كده. دلوقتي يا جماعه الجيت ده لو ما كانش موجود الميه عايزه تزقه في انهي اتجاه؟ الميه عايزه تزقه كده، بس نتيجه لوجود الجيت هو بيرد على الميه بفورس عامله ازاي؟ في الاتجاه المعاكس. هيبقى عندي برضه الجيت بيأثر كده بيكوال ان اوبوزيت رياكشن، هسميها اف جيت. هتروح تطبق في معادله المومنتم، فهتيجي تقول ايه؟ هتيجي تقول اف 1 ناقص اف 2 ناقص اف جيت، الكلام ده بيساوي مين؟ رو في الكيو في في 2 ناقص في 1. زي ما عملنا في معادله الهيدروليك جوكر بالظبط، هنعمل ريارينجنج للمعادله. فتعالى خد اف 1
زائد جاما كيو سكويرد على جي في اريا 1 هتساوي اف 2 زائد جاما كيو سكويرد على جي في اريا 2 زائد اف جيت. اف 1 واف 2 دول هما كانوا مين؟ الهيدروستاتيك فورس. اف 1 دي اللي هي لو هتحطها اللي هي يعني جاما اتش بار في الاريا. طيب الاثنين دول مع بعض هما مين؟ سبيسيفيك فورس 1 هتساوي الاثنين دول مع بعض اللي هما مين؟ سبيسيفيك فورس 2 زائد اف جيت. وصلت للمعادله طلعت بالصدفه شبه بتاعه الهيدروليك جون، بس انا مش هتاك تحفظها، انا عايزاك تجيبها بالاستنتاج السريع ده، يعني انت بعد شويه هتعمل دي اسرع من كده بكتير. تعالوا بقى نوقع العمقين دول اللي هما اتش وسي سب سي في دي اون سبيسيفيك فورس دايجرام. لو ده يا جماعة كده specific force diagram، لو ده كده specific force واحد، فين H؟ فين العنق اللي هو اسمه H؟ H هو مبدئيا هو ده اللي عنده specific force 1، تمام؟ فـ H هيبقى تقاطع قيمة specific force 1 مع الـ curve عند الـ subcritical ولا الـ supercritical؟ عند الـ subcritical، فده كده هيبقى العنق اللي هو اسمه مين؟ اللي هو اسمه الـ H. طيب سؤال بقى، سبيسيفيك فورس 2 اصغر ولا اكبر من اتش؟ اصغر. سبيسيفيك فورس 2 بتساوي سبيسيفيك فورس 1 ناقص الاف جي. هيبقى سبيسيفيك فورس 2 لو انا عايز اقسمها هقسمها هنا، فدي هتبقى سبيسيفيك فورس 2. المسافه يا جماعه ما بين الخطين اللي هي مين؟ اللي هي اف جي. طيب سي سب سي في دي اوقعها فين؟ هي خلاص الخط الاحمر سوبر ولا سب؟ لازم هتبقى سوبر كده، فده كده هيبقى العنق اللي هو مين؟ سي سب سي في دي. فبرضه ممكن زي امبارح تيجي برضه تعمل لي سهم كده توصل من النقطه دي لحد النقطه دي وتعمل سهم ماشي تحت، ان ده اللي حصل، ده التغير في سطح الميه لما مشيت تحت جيت. فاهمين يا جماعه؟ ايه؟ جيت. ده التغير في سطح الميه لما الميه مشيت تحت الجيت. كانت الاول عندها عمق اتش نزلت لحد عمق اسمه سي سب سي في دي. فالتريسنج ده يا جماعه مهم، يعني انا نفس اللي عملته امبارح مع الهيدروليك جامب هو اللي بعمله النهارده مع مين؟ مع الميه وهي ماشيه تحت البيت. لحد هنا حد عنده سؤال؟ فاهمينها؟ طيب زود حته. الحته ليه؟ لا ده كنترول فوليوم على الميه. احنا عشان تطبق المومنتم انك تقول اف يعني سيجما الفورسز بتساوي رو في الكيو في الدلتا في، يبقى انت بتطبق على ميه. لو عايز تطبقها على الجيت يبقى هتبقى بطريقه ثانيه خالص، هتقول سيجما الفورسز بتساوي ماس في اكسلريشن، والاكسلريشن بتاعت الجيت بتساوي صفر، بس مش هي دي اللي انا بدور عليها. فانا باخد كنترول فوليوم من الميه وهي دي اللي انا بدرس عليها، فعشان كده الرياكشن فورس بتاع الجيت طالع في الاتجاه ده. الميه بتزق الجيت كده فعشان كده الجيت بيرد عليها بان يكون ناقص رياكشن. دلوقتي هتدرس كل حته لوحدها. لو انا يا جماعه عندي جيت، احنا لسه شارحين، لو انت عندك الجيت اب ستريم وداون ستريم الجيت، اعماق الميه هتبقى عامله ازاي؟ اتفقنا ان انا هيبقى عندي في الاب ستريم حاجه اسمها اتش، وفي الداون ستريم هيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ سي سب سي في الدي. طيب وبعدين الميه يا جماعه هتكمل ازاي؟ انا قلت لكم اول سكشن خالص في التشابتر ده قلنا هو اصلا ليه في هيدروليك جامب بتحصل؟ قلنا عشان الميه خرجت من الجيت بالعمق اللي هو سي سب سي في دي، عايزه تروح في الداون ستريم بعمق ماله؟ عمق سب كريتيكال. يعني احنا لازم ندرس كيس معينه، لما ناخد الشابتر الجاي اللي هناخد كيسز كتيره، بس احنا لازم ندرس كيس معينه اللي هي ان هي عايزه تروح في الداون ستريم لعمق واي 2، والعمق واي 2 ده ماله؟ سب كريتيكال. متفقين؟ متفقين. طب السؤال الهيدروليك جامب لما هتحصل، هل هي هتحصل ما بين سي سب سي في دي لحد واي 2 على طول؟ الهيدروليك جامب يا جماعه لما كنا بنشرحها امبارح كنا بنقول هي بتحصل ما بين عمقين عاملين ايه؟ لو ده سبيسيفيك فورس دايجرام الهيدروليك جامب اهي، وانا دلوقتي بتكلم على الكيس ان انا مش حاطه فيها بلوكس. فالمعادله الجنرال بتاعت الهيدروليك جامب اللي وصلنا لها كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2 زائد الرياكشن على البلوكس. طب لو ما عنديش بلوكس فخلاص دي سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2. يعني الهيدروليك جامب بتحصل ما بين ايه؟ بتحصل ما بين ايه يا جماعه؟ تو كونجيجيت دابلس.
يعني لو دي كده يا جماعه واي 2 واي 1 هيبقى ليها قيمه معينه اللي هي الكونجكت بتاع واي 2 تمام. طب هل بالضروره يبقى واي 1 هو نفس سي سب سي في الدي؟ لا لا مش شرط. زي ما يا جماعه لو احنا بنحسب الجيت هل احنا بصينا الداون ستريم في ايه؟ لما جينا نحسب على اتش وسي سب سي في الدي هل انا بصيت الداون ستريم في ايه؟ لا فالجيت تشوف الوحده الجيت تشوف الديسشارج اللي ماشي هيبقى بكام عشان تجيب العلاقه ما بين الاتش وسي سب سي في الدي. ده من ناحيه. بعدين تروح تبص من ناحيه ثانيه ده من ناحيه الاب ستريم. بعدين تروح تبص من ناحيه الداون ستريم. عندك واي 2 اتفقنا مع بعض ان مش بالضروره السي سب سي في الدي والواي 2 يبقى هم الكونجكت دبثس. الهيدروليك جامب لما هتحصل لازم تحصل ما بين تو كونجكت دبثس. فلو دي يا جماعه واي 2 ودي انت متحدده لك بسبب الداون ستريم. بمعنى ان مثلا لو الداون ستريم ده از ا فيري لونج شانل فساعتها الواي 2 ده هيبقى بكام؟ واي نوت. لو انا بقول لك ان دي از ا فيري لونج شانل والشانل دي انا مش حاطه لها اي حاجه في الداون ستريم بحيث الميه هتلحق توصل للنورمال دبث خلاص يبقى ساعتها واي 2 ده هيبقى هو النورمال دبث. على حسب بقى النورمال دبث طلع لك سب كريتيكال دبث. او ممكن كيس ثانيه خالص ان انت في الداون ستريم انت حاطط جيت حاطط مثلا تيل جيت او حاطط اي نوع من انواع الجيتس تمام؟ زي في المعمل مثلا في المعمل احنا بنعمل التجربه دي المفروض بيبقى عندي تيل جيت فانا خلال التيل جيت بعرف اتحكم في واي 2 يبقى رقم كبير او رقم صغير. في الحقيقه ممكن يبقى عندك في الداون ستريم ويل عندك ويل فده هيعمل هيدنج اب فهيعلي لك واي 2 فايا كان عندي واي 2 في الداون ستريم وواي 2 ده ماله؟ سب كريتيكال دبث. الهيدروليك جامب لما هتحصل فانا هتحصل ما بين عمقين عاملين ازاي؟ كونجكت. يبقى لازم واي 2 بنراجع بقى خلاص انت عندك في الداون ستريم واي 2 يبقى الهيدروليك جامب هتحصل من واي 2 لحد حاجه اسمها واي 1 وواي 1 ده لازم يبقى الكونجكت بتاع واي 2 ومش بالضروره ان واي 1 تبقى هي نفسها سي سب سي في تي. ما يحتاج ايه عشان توصل من سي سي في تي لحد واي 1؟ حطها في المحاضره مثلا هنتكلم عليها تشابتر تعمل ايه؟ جرادوال فاريد فلو هتعمل حاجه اسمها امن 3 كيرف. هتعمل هنا يا جماعه جرادوال فاريد فلو فعلا ينقل لك الميه من عمق سي سب سي في الدي لحد ما توصل لواي 1. بعد ما توصل لواي 1 تروح عامله ايه؟ تروح عامله الهيدروليك جامب بتاعتك. طيب تعرفوا ترسموا لي الكلام ده على سبيسيفيك انرجي دايجرام؟ لو انا عايز ارسم الكلام ده على سبيسيفيك انرجي خلي بالكم انا لسه بتكلم على انرجي عشان بس الفورس هتبقى مختلفه. لو انا بادئ بالاتش تمام؟ هبتدي هنا بعمق اسمه اتش. ايه علاقه الاتش بالسي سب سي في الدي؟ تو alternative depths. يبقى انا من الاتش هنزل راسي لحد ما اقابل مين؟ لحد ما اقابل هنا سي سب سي في الدي. وبعدين من اول السي سب سي في الدي علشان اوصل لحد واي واحد ده ماله؟ ده جرادوال فاريد فلو. بيظهر لي ازاي عن سبيسيفيك انرجي دايجرام؟ بيظهر لي ان انا هفضل ماشيه على نفس الرجل خلاص انا هبتدي بالعمق اللي هو سي سب سي في الدي عمق المايه هيقعد يزيد 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 بيقلل الانرجي لحد ما يوصل لعمق جديد اسمه واي 1 انت هتمشي على نفس الرجل جرادوال فاريد فلو يعني بمشي على نفس الرجل بتاعي في سبيسيفيك انرجي دايجرام. نعم ما بغيرش نوع فلو في جرادوال فاريد زي ما بقول لك انا عشان اغير نوع فلو من سوبر لسب لازم يحصل هيدروليك جامب. طالما ان انا ماشيه على نفس الرجل يبقى ده على طول ايه؟ جرادوال فاريد فلو. طيب بعد ما وصلت الواي 1 هيحصل ايه؟ هيحصل هيدروليك جامب. طب الهيدروليك جامب بنط من عمق سوبر لعمق سب كريتيكال اطلع راسي ما ينفعش دي انرجي يبقى لازم بخسر انرجي محترمه فيبقى انا لازم اطلع ايه؟ بميل لورا كده علشان اوصل لحد مين؟ واي 2 بس الميه تفضل مكمله بالعمق اللي هو واي 2 فوضحت يا جماعه الصوره دي؟ طيب من سكشنين او ثلاثه فاتوا حد كان بيسالني ليه لما جيت ادرس الهيدروليك جامب بس انا ما ردتش صحيح؟ ليه لما جيت ادرس الهيدروليك جامب ما اخدتش الكنترول فوليوم من اول هنا؟ كان حد من اللي قاعدين؟ انت اللي سالت السؤال ده؟ انت كنت سالتني ليه لما جيت ارسم الهيدروليك جامب ليه لما جيت اجيب المعدل جنرال بتاعتها ما اخدتش الكنترول فوليوم من اول هنا لحد واي 2؟ تعرف دلوقتي تجاوب على سؤالك ده؟ علشان النبي عشان ده بجد هو عشان جرادوال فاريد فلو بس وبعدين هيبقى فايه بقى؟
هو صح عشان بتحصل على مسافه كبيره. فايه لا هو برضه ليه ما اخدش الكنترول فوليوم من الاول عشان ده رابط لي وده ايه؟ لا مفيش امتحان خلاص، امتحان خلص زمايلك مش معلش خلاص مش دلوقتي عم. استنى اخر سكشن نشوف معاه هعمل معاك ايه، بس مش دلوقتي. ايه؟ يعني مش انا غير في اللي بعد الرابط دي كمان. فايه بقى؟ بصوا يا جماعه لما انا جيت ادرس الهيدروليك جامب، الهيدروليك جامب كانت حاجه عامله كده وقلت الفورسز اللي عليها، عندي هنا اف 1 وعندي هنا اف 2، وبعدين ايه اهم تو فورسز اهملتهم؟ اهملت مركبه الوزن بس دي مش هتفرق معايا في حاجه، الحاجه الثانيه اللي اهملتها اللي هي مين؟ الفريكشن. تمام؟ طب السؤال هو انا في الراديو اللي بعرض فلو ينفع اعمل الفريكشن لوسز؟ ما ينفعش لان المسافه دي مسافه كبيره، فما بقاش ينفع ان انا اعمل الفريكشن لوسز على جراديو اللي بعرض فلو. تمام؟ فطالما ما ينفعش اعمل الفريكشن لوسز يبقى انت لو كنت اخدت الكنترول فوليوم حاجه عامله كده وبعدين الجامب كنت وانت بتجيب الفورسز هتلاقي ان انت عندك هنا لا عندك اف فريكشن ومش من حقك انك تكملها ومش هتعرف تقدرها بكام. فهمتوا الفكره؟ فعشان كده لا لما جيت ادرس الهيدروليك جامب اخدت الكنترول فوليوم فين بس؟ عند الجامب، ما اخدتش الحته بتاعت الجراديو اللي بعدين فلو معايا. ما انت كان ممكن تجيب علاقه ما بين السي سب سي دي والواي 2 لو انا هاخد كل ده الكنترول فوليوم. تمام؟ وكنت ساعتها هطبق المومنتم ايكويشن ما بين السي سب سي دي والواي 2 اطلع واي 2. بس كنت هعرف اطلع واي 2؟ لا عشان كان هيبقى عندي الترم بتاع الفريكشن لوسز ما كنتش هعرف اهمله في المعادله. فمش هتعرف تجيبه، فعشان كده الكنترول فوليوم ده ما بستعملوش. ده بقى قصه ثانيه لسه هتكلم عليها دلوقتي. بس افهم معايا الاول الكيس دي. مش مهندس ممكن ما تعطيش السكشن اصل انت جاي متأخر. لا اصل انت بجد مش حاجات غريبه في الكليه الصراحه يعني مش باشمهندس بس حاجات كتيره يعني. يلا المهم لحد هنا يا جماعه حد عنده سؤال؟ فهمتوا شكل الهيدروليك جامب هيبقى عامل ازاي؟ فهمتوا الام 3 كيرف رايح من مين لمين؟ عشان هبتدي دلوقتي احط شويه كيسز ونتكلم عليها. فحد هنا حد عنده سؤال؟ ايه تاثير الجيت اوبننج على مكان الهيدروليك جامب؟ يعني انا يا جماعه كل ما بصغر الجيت اوبننج الهيدروليك جامب هتجري داون ستريم ولا هترجع اوف ستريم؟ ليه داون ستريم؟ عشان ايه اللي هيزيد اكتر؟ المسافه اللي هيحصل فيها اللي هو عشان طول الام 3 كيرف هيزيد بالظبط كده عشان اوصل لحد الواي 1 بالظبط. هو انا يا جماعه لما بغير فتحه الجيت الواي 1 هتتغير؟ لا عشان الواي 1 دي انا حاسباها من فين؟ حاسباها من الداون ستريم كونديشن. انا عندي واي 2 رحت جبت الكونجكت بتاعها اللي هو طلع مين؟ اللي هو طلع واي 1 دي انا حاسباها من الداون ستريم كونديشن. تمام؟ فدي مش هتتغير. طيب لما انت صغرت فتحه الجيت اثرت على مين؟ اثرت على السي سب سي في الدي. فانت لما غيرت دلوقتي قللت فتحه الجيت صغرت مين معايا؟ سي سب سي في الدي هي كمان صغرت. فبقى اما 3 كيرف عايز يروح من عمق اصغر من الاول لحد نفس العمق اللي هو واي. فبدل مثلا ما الام 3 كيرف كان شكله حاجه عامله كده كان رايح من السي سب سي في القديمه لحد واي 1 لا ده زاد عن حته اللي هي توديه لحد مين؟ سي سب سي في الجديد. فطالما اما 3 كيرف طوله زاد يبقى الهيدروليك جامب هتتحرك ازاي؟ في الداون ستريم. فدي كده فهمتوها؟ تمام. طيب ده اول تقسيم. ثاني تقسيم تأثير الداون ستريم موتور ديبث على مكان الهيدروليك جامب. بمعنى لو اتفقنا مع بعض ان هاي 2 دي مثلا انا عندي تلجيت زي في المعمل كل ما برفع التيل جيت كل ما واي 2 بيحصل فيها ايه؟ كل ما واي 2 بيحصل فيها ايه يا جماعه؟ هتزيد. طيب لما واي 2 تزيد الهيدروليك جامب بتتحرك تو ذا داون ستريم سايد ولا تو ذا اب ستريم سايد؟ فكر فيها تاني. لما واي 2 هتزيد واي 1 هتقل؟ ايوه. انا هقعد كده عشان يبقى
بالظبط. لما واي هنا هتزيد الكونجكت بتاعها اللي هو واي واحد هيقل. يعني هيقل ليه؟ عشان دول تو كونجكت دبلز. تعالى اقسم الثلاثة انا سبزتك تمام. لو دي كانت الهيدروليك جامب القديم لما انت زودت واي اتنين جت هنا فين الكونجكت بتاعها؟ قل. تمام. فانت فكر فيها لان دلوقتي لما انا غيرت واي اتنين السؤال دي اتأثرت خالص، دي انا ما جيتش جنبها، ده هيفضل اتش وده هيفضل حاجه اسمها سي سب سي في الدي. طيب لما انا زودت واي اتنين اثرت على مين؟ اثرت على واي واحد. لما واي اتنين زادت واي واحد قلت من السبيسيفيك فورس دايجرام. تمام. فلما واي واحد قلت قربت لمين؟ للسي سب سي في الدي. يبقى يا دكتور اللي قام 3 كيرف ماله حصل في ايه؟ 7. يبقى انت دلوقتي لما زودت واي اتنين واي واحد مالها؟ هتقل. وبالتالي قام 3 كيرف طوله هيقل، وبالتالي الهيدروليك جامب هتتحرك تو ذا ابستر. فاهمينها؟ طيب اخر واحد. ايه تاثير البلوكس على مكان الهيدروليك جامب؟ زادت ولا قلت عن الكيس القديمه؟ الكيس اللي مفيش بلوكس قلت.
ديك يا جماعه كان الواي واحد في الكيس القديمه اللي هي في حاله مين؟ ان مفيش بلوكس. لما انا حطيت بلوكس بقت فين سبيسيفيك فورس 1؟ بقت هي الخط الاحمر. فبقت فين واي 1 الجديده؟ بقت هي دي قيمه مين؟ واي 1 نيو الجديده. يعني واي 1 زادت ولا قلت؟ قلت. لما واي 1 قلت طول الام 3 كيرف هيصغر ولا هيزيد؟ هيصغر. الهيدروليك جامب هتتحرك تو ذا اوبستي. عشان بسأل ليه لما الواي 1 بيقل الام 3 بيقل؟ بناء على ايه؟ ليه لما الواي 1 بيقل الام 3 بيقل؟ بص اما 3 بتاخد لما ناخد شابتر 4 لما هنيجي نحسب طول بيعتمد على مين؟ اساسا اهم حاجه بيعتمد على الفرق ما بين الانيشال والفاينل ديبث. كل ما الفرق ما بينهم زاد كل ما طول الكيرف بيزيد. تمام؟ فدي باي سنس يعني دي مش محتاجه ان احنا نوصل لشابتر 4 عشان اقولها لك. فبس هي كل الفكره. دلوقتي سي سبسيكت دي ثابته. فكل ما واي 1 كبرت طبيعي طول الام 3 كيرف هيحصل في ايه؟ هيزيد. يعني الهيدروليك جامب بتتحرك وده داون ستريم. كل ما واي 1 صغرت طول الام 3 كيرف ماله بيقل يعني الهيدروليك جامب بتتحرك كده اب ستريم. بالظبط. ما هي حركه تو ذا اب ستريم يعني انت لو ما كنتش حاطط البلوكس فممكن تلاقي الهيدروليك جامب دي تحصل لك فار داون ستريم حصلت لك اصلا بعد الفرشه الخرسانه اللي انت منفذها. تمام؟ فانت علشان تجبر الهيدروليك جامب انت مثلا الفرشه الخرسانه دي انت برضو دي بفلوس غاليه فانت برضو مش هتمدها في كذا كيلو قدام وتسيب الهيدروليك جامب تحصل براحتها. فانت اللي بتعمله خلاص هتبقى بالحسابات هتقول طيب خلاص انا هعمل مثلا طول الفرشه الخرسانه 1 كيلومتر وبالحسابات تجبر الهيدروليك جامب انها تحصل في خلال ال 1 كيلومتر ده او 500 متر حسب بقى الحسابات بتاعتك هتعمل ازاي. فانت هتحسب طول الام 3 كيرف وتعرف الهيدروليك جامب بالبلوكس اللي انت حاططها تقريبا هتحصل فين وتاخد فاكتور اوف سيفتي بعديها بشويه. انا بحط البلوكس عشان اجبر الهيدروليك جامب انها تحصل قدام. احنا لسه قايلين انا من غير البلوكس الهيدروليك جامب راحت فين؟ تو ذا داون ستريم. حطيت البلوكس الهيدروليك جامب بتتحرك تو ذا اب ستريم. انا بحط البلوكس عشان اجبر الهيدروليك جامب تحصل هنا. تمام؟ ايه؟ اصل هو بكره في كلام كتير لسه هنقوله يعني بس خليني خالص حاجه معانا النهارده. هو بكره هيبقى كام؟ رابع. خلاص ناخد وقتنا بس عادي. بكره هيبقى الرابع هيبقى فين لسه هدور على مكان فاضي بس مبدئيا هبتدي بالمدرج اللي هو ورا صاله الرسم. ما تقاليش هتبقى كتير. بصوا انتوا عندكم عامل ازاي؟ السكشن التاني هيبقوا اقل منكم. ما دام بيتصور ما حدش هيجي. لا احنا مش هنصور. تمام؟ هي دي بقى الفكره. خلاص. خلاص. طب اختار. ما ده الميعاد الوحيد اللي فاصلين فاضيين فيه. مش هينفع اقعد بس. لا اصل بصراحه الدفعه فيها كتير ناس بتستعبط فيعني انتوا كويسين بصراحه بس ده المجموعه دي ظريفه بس يعني في ناس كتير بتستعبط خلاص بقى الباشمهندس مش مهم يخليك تستعبط اصل هي مش هتعرف تقول لك مش هتعرف يعني انا هلاقي كام قاعدين قدامي يعني هيبقى انا والكاميرا اللي قاعدين مش كده برضه يا جماعه لا خلاص حاجه اللي بعد كده اللي عايز اتكلم عليها طب احنا دلوقتي عمالين نقول سي سب سي في الدي عايز تروح لواي 1 سي سب سي في الدي عايز تروح لواي 1 طب وات اف انت واي 2 دي انت حاسبها من الداون ستريم وسي سب سي في الدي انت حاسبها من الاب ستريم وات اف واي 1 طلعت اصغر من سي سب سي في الدي ده ينفع؟ بالظبط هتبقى سبميرج لو هي يعني لو هي مش سبميرج بقى تعمل يعني تنزل كده لحد سي سب سي في الدي وعايزه تنزل عشان بعد كده تعمل الهيدروليك جامب طبعا مفيش حاجه اسمها فدي على طول اللي بيحصل حاجه اسمها سبميرج هيدروليك جامب فانت لازم وانت بتحل تعمل تشيك تشوف سي سب سي في الدي لو هي اصغر من او بتساوي واي 1 يبقى انت هيحصل لك ام 3 كيرف وبعديها الهيدروليك جامب لو هي بالصدفه البحته بتساوي سي سب سي في الدي هي بالظبط واي 1 ساعتها مش هيبقى فيه ايه؟ اما 3 كيرف طيب لو سي سب سي في الدي طلعت اكبر من واي 1 ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها دي بسميها سبميرج هيدروليك جامب يعني ايه سبميرج هيدروليك جامب؟ يعني هيدروليك جامب هو في هيدروليك جامب برضه بتعمل انرجي ديسيبيشن بس هي مغموره تحت الميه انت ما بتشوفهاش يعني لو اديها شكل يا جماعه البيت وهيحصل هنا هنا عادي جدا اتش 1 هيبقى شكل الميه هنا انت مش شايفها انت شايف واي 2 مغرق كل الميه بس لو جبنا بني ادم يعوم في الجزئيه دي هو هيمكن يشوف ايه؟ هيشوف الدوامات بس انت لو انت واقف من بره الميه انت غالبا مش شايف حاجه انت مش شايف اصلا هنا هيدروليك جامب لكن الهيدروليك جامب حصلت بس غرقت تحت الميه
تمام؟ هنعمل ابروكسيميشن في موضوع السبميرج هيدروليك جامب ده. المفروض الصح صح قوي يبقى عندنا هنا عمق حاجه اسمها واي 3، يعني شكل الصح بتاعها من الاشكال اللي انا رسمها كده، الشكل الصح بتاعها اللي بيبقى لو ده شكل القاع وده الموتر ده في الداون ستريم اللي هو واي 2، الميه تيجي تعمل حاجه هنا توصل لواي 3. واي 3 دي مش البونج بتاع واي 2 ولا اي حاجه، دي ليها معادله موجوده في دراسات عليا. الابروكسيميشن اللي احنا هنعمله ان هنعتبر ان واي 3 هي نفسها ايه؟ واي 2. فانا بس ليه بقول الكلام ده؟ عشان بس ان شاء الله فيكم هيكمل ما يقولش ان انا كنت ايه؟ بختي. ده ابروكسيميشن احنا عاملينه. هو انا بختي كتير يعني. ده ابروكسيميشن احنا هنعمله ان هنعتبر ان واي 2 مكمل لحد ما اوصل لفين؟ لحد ما اوصل لفين؟ مش اخترق الجيت ان واي 2 كملت لحد الاخر غرقت الهيدروليك جامب. تحت واي 2 لو انت جبت بني ادم يقعد هنا لا هو مش هيشوف الهيدروليك جامب، وفي دوامات شغال في ديسيبيشن في انرجي لوسز. اه في انرجي لوسز زيها زي الهيدروليك جامب العاديه، تمام؟ بس الفكره كلها ان الهيدروليك جامب بتحصل تحت الميه. وبعدين هفترض ان الدبث في الداون ستريم اللي هو واي 2 مكمل لحد ما وصل للجيت. زي ما بقول لكم دي ابروكسيميشن، اللي هيكمل دراسات عليا لا هياخد بقى الاكزاكت. ايه؟ يعني اكيد مش بقوله غير لسه، يعني هو اكيد كان حلم السنين. والله يا ابو مش واحد.